تحتمس الثالث اللي بيطلق عليه الغرب نابليون الشرق، اللي في رأيي انه تشبيه ظالم لقائد عظيم زي تحتمس الثالث. تحتمس الثالث اللي قدر انه يخوض ما بين من 17 ل 20 حملة ومعركة عسكرية دون اي هزيمة، في حين ان نابليون نفسه اتهزم. تحتمس الثالث اللي قدر انه يخوض ملحمة واحدة من اعظم المعارك في التاريخ، وهي معركة مجدو، اللي مش محتاج اسيب لحضراتكم اي مصادر عنها لان مصدرها حي وموجود لحد النهاردة، وبالتحديد عند الصرح والبوابة الستة والسبعة في معبد الكرنك، علشان كده يكون اول قائد يستخدم التوثيق العسكري والحربي في المعارك. ويكفيني اقول لكم ان لورنس العرب امر اللورد الليمبي في الحرب العالمية الاولى انه يفكر ويبص على خطة تحتمس الثالث في معركة مجدو، وكمان في الحرب العالمية الثانية استعان بيه فيلد مارشال، وبالتحديد في فكرته في فك السفن على اليابسة وتركيبها في البحر. ده مش كلامي، ده كلام دكتور سليم السيسي. اهلا بيكم في قناة حكاية أثر. تحتمس الثالث المتوج باسم من خبره رع، هو ابن الملك تحتمس الثاني من زوجته الثانوية والغير رسمية المعروفة باسم إيسا، وهو سادس ملوك الأسرة الـ18 في مصر القديمة. تولى حكم مصر بعد وفاة والده تحتمس الثاني، واللي ذكرت بعض المصادر إن كان سنه بالتحديد 3 سنوات، علشان كده قدرت حتشبسوت مرات الأب إنها تستغل صغر سنه وتستولى على الحكم، وتصبح أول امرأة تتولى عرش مصر تحت مظلة الوصاية والحكم المشترك. قضى تحتمس الثالث طفولته في مدينة طيبة بين حياة الكهنة في المعابد وتعلم العلوم المختلفة، وبين تعلم الحياة العسكرية وتدريبات الجيش. وبيذكر الدكتور حسين عبد البصير في كتابه الفراعنة المحاربون دبلوماسيون وعسكريون بالنص إن تحتمس الثالث ظل في الظل فترة طويلة حتى تم إقصاء الملكة حتشبسوت من الحكم في ظروف غامضة وغير معروفة حتى الآن. بعد تولي حتشبسوت الحكم بدأ بعض أمراء وحكام قادش في تغيير تبعيتهم وولائهم للمملكة الميتانية بدلا من مصر، والمملكة الميتانية دي كانت مملكة مسيطرة وبس تنفذها على الأشور والعراق وسوريا وتركيا. بعد اختفاء حتشبسوت وبعد السنة الأولى من تولي تحتمس الثالث للحكم، فكر في إنشاء الإمبراطورية المصرية العظيمة بغرض توسيع البلاد والقضاء على أمراء قادش. وفي السنة 23 من حكم حتشبسوت وتحتمس الثالث المشترك، قدر أمير قادش إنه يجمع حوالي 230 ملك وأمير بجيوشهم لمواجهة الجيش المصري، واستغل صغر سن تحتمس الثالث. لكن تحتمس الثالث ظهر كقائد عظيم قدر إنه يطور الفنون العسكرية وتخطيط المعارك في وقت قصير، وقدر إنه يجمع الجيش، وده ظهر في معركة مجدو. تحتمس الثالث كان أول ملك بيحرص في المعارك إنه يصطحب معاه رجال الدين مترجمين لأهالي الممالك الأخرى، وأول من استخدم كاتب المعارك حاجة كده زي دلوقتي المراسل الحربي علشان يسجل سير المعركة. في معركة مجدو بالتحديد في القرن الـ15 قبل الميلاد تقريبا، جمع تحتمس الثالث حوالي 20,000 جندي وتوجه بيهم لمعركة مجدو اللي هي حاليا تل المتسلم في شمال فلسطين. وظهرت عبقرية تحتمس الثالث وذكائه الشديد في المعركة، وده من خلال قراره انه ياخد الطريق الصعب، وقدر في حوالي 10 ايام انه يسلك مسافة 240 كيلو متر سير على الاقدام، وقرر انه يتخذ الطريق الضيق الصعب بالرغم من وجود طريقين سهلين، لكنه فكر ان العدو هينتظره عند الطريقين دول. وبالفعل قدر انه يفاجئ امراء وقادة قادش بالجيش المصري من الطريق ده، وظهرت في المعركة لأول مرة فكرة تقسيم الجيش بشكل منظم لقلب وجناح أيمن وجناح أيسر على هيئة 3 كتل، واستغل البر والبحر إنه يمد بيه الجيش بالإمدادات اللازمة. وقدر تحتمس الثالث إنه يهزم العدو في وقت قليل جدا، لكن بسبب انشغال جنود الجيش بتجميع الغنائم قدر العدو إنه يتوجه للمدينة، وده كان سبب في إن العدو يعيد ترتيب صفوفه، وقدر الملك تحتمس الثالث انه يفرض سيطرته على المدينة وتستسلم المدينة ليه بعد حصار دام 7 او 8 شهور تقريبا.
وبعد هزيمة أمراء كنعان وقادش تحتمس الثالث ما قتلهمش، لأ ده سابهم في حكم الممالك بتاعتهم، وبعد ما قدروا إن هم يقسموا بالولاء والطاعة وأخد ولادهم وأسرهم عشان يتربوا في جو مصر، وفكر علشان لما يكبروا يضمن ولائهم لمصر دايما، وبعد ما يموت أبائهم يرسل الأبناء لحكم البلاد دي. سجلت جدارية الصرح السادس والسابع في معبد الكرنك كل التفاصيل دي، وذكرت إن خسائر الجيش المصري كانت حوالي 4000 قتيل و1000 جريح، بينما خسائر العدو كانت حوالي 8300 قتيل و3400 أسير، وقدر الجيش المصري إنه يغتنم غنائم كتير أهمها العجلات الحربية والدروع. ذكرت المصادر زي بردية تورين واللوحات الجدارية واللي قدر يوصل لنا من كتابات مانيتون إن تحتمس الثالث حكم مصر حوالي 54 سنة، قدر خلالها إنه يقوم بحوالي من 17 ل20 حملة ومعركة عسكرية ناجحة، وده اللي ذكرته بعض المصادر، وأسس خلالها الأسطول المصري اللي سيطر بيه على جزر البحر المتوسط وأهمها جزيرة قبرص حاليا، وقدر إنه يهزم أكتر من 200 ملك، وأطلق على تحتمس الثالث لقب أبو الإمبراطوريات، وقدرت مصر في عهده إنها تصبح إمبراطورية كبيرة بتسيطر على ساحل بلاد الشام وشمال كنعان وسوريا، وبتوصل حدودها لبلاد النوبة وبلاد ما بين النهرين. إنجازات تحتمس الثالث ما اقتصرتش بس على الانتصارات العسكرية والحربية وإنشاء الإمبراطورية المصرية، لأ ده قدر إنه يعمل قناة مائية عند الجندل الأول، وقدر إنه يرمم معبد سنوسيرت الثالث في منطقة سمنة في الجندل الثاني، وكتب انتصاراته على الصرح السادس والسابع في معبد الكرنك، وأنشأ معبد الدير البحري بجوار معبد حتشبسوت، ومعبد للمعبود بتاح في منف، وقدر إنه يعمل 7 مسلات بتزين حاليا مدن روما ونيويورك ولندن واسطنبول، وقدر إنه يطور بعض الأسلحة زي القوس والسهم، وقدر إنه يصنعها من قرون الحيوانات بدل الخشب، وصنع البلطة بأشكالها المختلفة. وقبل ما أختم الحلقة حابب أقول إن ذكرت بعض المصادر والمؤرخين إن تحتمس الثالث قبل موته محى كل آثار وتماثيل حتشبسوت، ودمر كل نقوشها وصورها وشوهها، ورجح الباحثين والمؤرخين إن سبب التدمير ده بيرجع لاعتقاد عنده إن حكم امرأة لمصر أمر معيب، وإن وجود سيدة حاكمة لمصر أمر خطر بيسمح لغيرها من السيدات القيام بذلك. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان ده بيدعمني. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.